كابتن صابر، يمكن برضو تعليق حضرتك على الافتتاح ومباراه الافتتاح، يمكن فرق 6 وفي باقي 3 دقائق تقريبا. كابتن ياسر، ده اي شيء لازم ندفع لحاجه معينه، ان احنا قدام بطوله استثنائيه. صحيح. استثنائيه في كل حاجه، التوقيت بتاعها والحاله اللي بتمر العالم موجود العالم فيها كلها، وفيروس كورونا موجود، وبطولات كتير اتلغت او اتاجلت عشان الناس كلها خايفه تنظم بطوله وتيجي مصر وتاخد على نفسها المسؤوليه لتنظم هذه البطوله، فده حاجه تحسب لمصر. هنا حاجه استثنائيه في العدد. صحيح. البطوله طول عمرها 24 لعيب. اول بطوله 24 فرقه. اول بطوله 8 فرقه 32 فرقه. 32 فرقه. ففي 8 فرق جداد او زياده على العدد اللي هو اللي كان بيتعمل بيه قبل كده. برضه ده عبء على التنظيم طبعا. تاني حاجه، اول بطوله تعمل بدون جمهور. برضه الناس طبعا خايفه على الحاله الصحيه للمشجعين واللعيبه وكده. فبرضه فعشان كده بقول لك، تاني حاجه برضه في فرق اعتذرت قبلها بيوم. صحيح. لغصب عنها ناس عندها نقص في اللعيبه، لعيبه عندها مصابه. امريكا وتشيك. بالظبط، يعني اعتذروا امبارح. عشان كده بقول لك البطولات الثنائيه في كل شيء، فاحنا مش عايزين نقول ان في شيء موجود او شيء مش موجود، لا، احنا قدام عمل استثنائي. مجرد ان البطوله دي اقيمت. بالظبط. فهو انجاز. مجرد ان مصر تصمم ان البطوله تتعمل في ميعادها ومفيش فيها اي تاجيل ولا اي حاجه، فده يحصل لمصر. ومصر عايزه تضرب نموذج او حاجه للعالم كله، تقول لا احنا قادرين في ظل هذه الظروف اللي احنا ننظم بطوله عالم ونستقبل فرق كامله ونحافظ عليهم على صحتهم ونحافظ على كل الفرق ونعمل حدث كبير. لان انا بقول بطوله زي كده لو في دوله ثانيه غير مصر كانت ممكن تؤجل. صحيح. خليني اقول لك برضو يا كابتن، يعني يمكن الدوره الاولمبيه اللي جايه بالظبط في طوكيو عينهم على الدوره دي العالم كله. لان خلي بالك الدوره دي هتبقى مقياس لحاجات كتير قوي، يعني في بطولات عالم اتاجلت، في العاب ثانيه كتيره، الدوره الاولمبيه اتاجلت، فكل الناس دلوقتي عينيها على مصر وعلى كاس عالم عشان نشوف التجربه دي عامله ازاي، هل هي تجربه ناجحه ونقدر نستفاد منها ونكمل بعد كده بقى والحاجه تمشي وتستمر وننظم الاولمبيات وبطولات عالم، ولا فيها قصور او فيها مشاكل لا نوقف تاني وما نشتغلش. فنجاح مصر دوت في هذه البطوله دوت هيبقى حاجه نقله كبيره قوي للعالم كله ان شاء الله. اكيد يعني.